هلا بننتقل رشا لحتى نوضح كثير من المصطلحات يلي ممكن نحن ما نكون بدرايه كامله عنها. فلما بنحكي عن الكيمياء الدوائيه، اول ما بيخطر على بالنا يمكن هو مصطلح لعلاج مرض السرطان، لكن تماماً. هو مصطلح يمكن واسع وله كثير من الاستطبابات الدوائيه وله كثير من المعاني يمكن اللي بنجهلها وحتى ما عندنا فكره صحيحه عنها. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع دكتور نواف مظفر، حاصل على البورد السوري في الكيمياء الدوائيه ومراقبه الدواء. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. اهلا صباح وسهلا الخير فيك. لكم صباح ولكل الخير المشاهدين. حكيم، صباح اهلا الخير. وسهلا بحضرتك. صباح الخير. مثل ما حكينا بالمقدمه، دائما وقت نسمع كلمه كيماوي بنروح فورا للاشخاص اللي عندهم مرض عضال، ولكن هذا التركيب له بيدخل بعلاجات كثيره وتركيبات كثيره. خلينا اليوم من خلال حضرتك نوضح اكثر شو المقصود اليوم بالكيماوي الدوائي. خلينا بداية نعرف المصطلح بصورة بسيطة، اللي هو بنقول عنه نحن الكيمياء الدوائية. الكيمياء الدوائية حقيقة هي عبارة عن حلقة وصل بين ثلاثة علوم، اللي خلينا نقول علوم الكيمياء، علوم الأحياء، وعلوم الطب. هدفها، هدف الكيمياء الدوائية، هي تصنيع مركبات دوائية جديدة وتطوير هاي المركبات اللي صنعناها لتناسب الاستخدام العلاجي، بمعنى آخر زيادة الأثار العلاجية للدواء والإقلال من الأثار الجانبية. طبعا نحن حكينا كلمة انه هي تطوير الدواء، انا جبته للدواء، صممته للدواء، اكتشفته للدواء، ما بقيت عند هي النقطة اللي اني انا صممت الدواء فبدي ابدأ طوره للدواء بمراحل معينة لحتى انا مر لحتى اوصل للهدف النهائي اللي هو الهدف العلاجي لاستخدام الدواء، مع الأخذ بعين الاعتبار الإقلال من الأثار الجانبية للدواء اللي بتترافق لاستخدام اي دواء. هو يمكن بيكون مرافق دكتور كل علبة دواء شو هي الأثار الجانبية لها، وبينصح دائما نحن نطلع عليها في حال اشتري يمكن أي علبة دواء. من الأسئلة المطروحة دكتور إنه في كتير من الأشخاص يمكن انصابوا بمرض معين، نوصف لهم نوع معين من الأدوية، لكن ما استجابوا للعلاج، على عكس حالات تانية هي يمكن بنفس الحال لكن استجابت للعلاج. شو طبيعة الجسد تلعب دور دكتور، أو شو الفكرة من هذا الموضوع؟ حقيقة هون هذا السؤال بيقتضي إنه نحن نطلع على منظورين، منظور الدواء، منظور الدواء ومنظور المريض. هلا منظور الدواء، انا في عندي مجموعه كريتيريا انا بدي اطلع عليها لاقول انا انه طبقت الدواء على الحاله المرضيه الفلانيه بكريتيريا معينه بمواصفات معينه، اخذت بعين الاعتبار مجموعه من النقاط. اول شيء انا عم احكي هلا عن النقطه اللي تتعلق بالدواء، لانه انا بدي اتعامل مع الدواء ومع المريض، انا الدواء بدي اطبقه كدواء انا صنعته بدي اطبقه على المريض. فالعوامل اللي تتعلق بالدواء منها بده يكون الشيب، الشكل، شكل الدواء، ممكن بده يكون الوزن الجزيئي، ممكن بده يكون طريق اعطاء الدواء او وقت اعطاء الدواء بمعنى اصح، ممكن نحكي عن تراكم الدواء بالجسم. خلينا نوضح دكتور هاي النقط لنكمل هون. تراكم الدواء بالجسم، ممكن النقطه الخامسه والاخيره هي خلط الادويه مع بعض. هلا انا وقت بيجي بقول انه شكل الدواء بالانجليزي اللي هي الشيب، ما بقصد انا بشكل الدواء هو وجوده على شكل حبوب او مضغوطات او اشكال حقنيه، وانما هو الشكل الكيميائي تبعه. الشكل الكيميائي اللي هو بين قوسين مصطلح اسمه الايزومر او المماكب او النظير لهذا المركب. فبالكيمياء وصلنا نحن لحاله انه بنقول نحن عندنا هذا المركب ال فورم وهذا المركب دي فورم، يعني هذا ليفو روتاتري وهذا ديكسترو روتاتري، شيء بيدور مع عكس مع عقارب الساعه وشيء بيدور بعكس عقارب الساعه. هلا هذا الحكي سمح لي اني انا وصل لنقطه انه هذا الدواء بده يرتبط مع المستقبل بهي الشكل. فنحن بنلاقي دواء هو عباره عن مزيج ال ودي. الشركات الدوائيه طبعا اللي بتحترم اليه التصنيع او اللي بتدفع لحتى توصل لدواء هو الاوبتيمال او هو الدواء المثالي، بتعمل فصل للمزيج، يعني بتاخذ الجزء ال اللي هو الجزء الفعال، الجزء دي ممكن هو يكون موجود بالجسم، يعني ممكن انه يضل موجود ضمن الميكسشر او ضمن المزيج بس ما يعطيني النتيجه اللي بدي اياها. فنحن على طول بنجي بنطلع على شيء اسمه انه انا لازم اعمل فصل للمزيج بحيث اخذ منه الجزء الفعال ويجي طبقه على الحاله المرضيه او على المريض لحتى نوصل للعلاج. هي انا بحكي عن الشيب، الشكل. هلا احنا بس حكينا الشكل، بيجوز تراود لذهنكم انه شكل الدواء اللي هو مضغوطات او اويتمنت او 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 ابر او اللي هو، لا هو الشكل الكيميائي. النقطه المهمه كمان هي نقطه الوزن الجزيئي، الوزن الجزيئي للدواء. نحن في عندنا واحده لقياس هذا الوزن الجزيئي اللي هي الدالتون، فعاده الادويه تصنع بين 100 لل 1000 دالتون الوزن الجزيئي تبعها. هذا الحكي مثلا في شركات دوائيه بتصنع لي الدواء الوزن الجزيئي اعلى من 1000 دالتون، تمام؟
ألف دالتون معناته أنا ما بقدر أخذ دواء لا يمتص أورالي فموي، يعني أنا إذا بدي إجي أخذ دواء وزن الجزيئي فوق الألف دالتون فامتصاصه ما رح يكون عن طريق الجي آي تي أو عن طريق الجهاز الهضمي. هي ديز أدفانتج. الأدفانتج الثاني ممكن أنا بدي الدواء إنه هو ما يعبر البلاسنتا، البلاسنتا اللي هي المشيمة اللي بتكون بين الجنين والأم، فبيكون الوزن الجزيئي تبعه عالي فبيمنع مروره للجنين، يعني إله أدفانتج وإله ديز أدفانتج. النقطة الأهم من النقطتين التانيين اللي هي نقطة التايم أوف دراج، إنه أنا الوقت اللي بدي أخذ فيه الدواء. مثلا شو يعني؟ هلا نحن بس بنفيق الصبح الهارت ريت معدل ضربات القلب بيختلف عن الظهر، بيختلف عن المساء، التنفس بيختلف الصبح عن الظهر عن المساء، الرينال بلاد فلو اللي هو خلينا نقول إنه التدفق الدموي عبر الأوعية الكلوية بتختلف الصبح عن الظهر عن المساء. فأنت طريقك إعطاء الوقت إعطاء الدواء بده يتناسب مع الحالة المرضية الموجودة أمامي. مثلا كلنا بنعرف اللي بيعانوا من موضوع الكحة أو السعلة، فبيقول لك أنا اشتدت علي السعلة بالليل مثلا، أنه أنا كنت على طول النهار وبالليل اشتدت علي السعلة. هلأ كلمة اشتدت علي السعلة بالليل معناته أنا بدي إجي أضرب الهدف المناسب اللي هي السعلة، معناته أنا بدي أطبق الدواء ممكن مسائي، ممكن أنا أستخدم الدواء مسائي. ليش صارت عنده بالليل؟ لأنه في عندي شيء اللي هي الإنفلاماتوري ميدياتر اللي هي خلينا نقول الوسائط الالتهابية بتنشط بهي الفترة، فأنا بدي أختار الهدف المناسب للوقت المناسب وطبق عليه الدواء. هذا احنا قلنا له عليه تايم اوف دراج او تايم اوف دراج ادمنستريشن اللي هو طريقه او وقت اعطاء الدواء. النقطه الثالثه هي الاكيوميليشن، هي تراكم الدواء. يعني في ادويه ممكن هي بتكون تراكميه بالجسم، انا بيجي بطبقها على المريض فبيعطيني هو المفعول التراكمي، مثلا مثل الديجوكسين اللي هو يستخدم لفشل القلب، دواء معروف عالميا واستخداماته واسعه. هلا معظم الاطباء بيقولوا انه خذ الديجوكسين 5 ايام بالاسبوع وريح يومين، بعطي فرصه للجسم انا لحتى يتخلص الدواء من الجسم. هذا بقول انا عنه تراكم الدواء. ممكن كمان في شغله تانية، خلط الادويه مع بعضها. احيانا بنشوف وصفات طبيه مكتوب فيها اكثر من دواء. هلا خلط الادويه مع بعضها بيقتضي انه انا هذا الدواء اللي خلطته، مثلا انا عندي دواء خلينا نرمز له، خلينا نوضحه هيك ببساطه، ايه الدواء الثاني رمزه بي، خلينا نقول انه هذا الدواء قوته واحد، الدواء 2 بي قوته 2، فواحد زائد واحد 2. هلا ممكن هذا الدواء ايه هو مسكن الم، الدواء بي كمان مسكن الم، فانا بقدر اعمل شغله اني انا استخدم حبتين مثلا من الدواء ايه وبالتالي استغنيت عن الدواء بي لانه اعطتني النتيجه 2، انا كررت او ضاعفت الجرعه. احيانا بيكون عندي الدواء مثلا ايه اللي هي قلنا عليها واحد زائد بي اللي هي واحد، طلع عندي الرقم 3. هون صار عندي اسمه أنا الفعل سينارجزم اللي هو الفعل التآزري، إني أنا جيد استخدمت دواء ضفت معه دواء أعطاني مفعول أعلى. مثلا بيجي بطبق البنسلين، البنسلين اللي هو الصاد الحيوي اللي كلنا بنعرفه إله آلية عمل معينة أو ميكانيزم أوف أكشن معين، بيجي بطبق معه دواء أنا مثلا خلينا نقول الأمينوغليكوزيد كمان إله طريقة عمل معينة على الجسم. هلأ طريقتين العمل المختلفين أعطوني مفعول تآزري، فأول دواء حاولت أنا أتفادى الأثار الجانبية قدر الإمكان، حققت الهدف العلاجي اللي بدي إياه. هذا الحكي نحن طبقناه على شيء اسمه الخلط الدواء. طبعا أنا طرحت مثال وفي أكثر من أمثلة، ونحن بنشوف مرضى الضغط مثلا بتطلع بالليفلت أو بتطلع بالوصفة عفوا بتلاقي أنه موصوف له دواء واثنين وثلاثة وأربعة. هلأ هاي الكومبينيشن بين هاي الأدوية لازم ناخد نحن بعين الاعتبار دراج دراج انتراكشن، يعني تفاعل الدواء مع الدواء، وبالإضافة إلى نقطة أخرى هي تفاعل الدواء مع الغذاء أو الدواء مع الطعام drug food interaction. فنحن على هذا الأساس اعتمدنا أنه هذا الدواء فعال على هذا المريض وما فعال على هذا المريض. هلأ نحن حكينا عن الدواء، الحالة الثانية المريض أنا بدي أجي طبي عليه الدواء، في عنده عوامل هو الوزن العمر الجنس وذكر أو أنثى. طبعا أنا ما فيني أنا أجي أقول للمريض أنه اللي وزنه مثلا 45 كيلو خذ هاي الحبة مثلا 3 مرات باليوم، واللي وزنه 100 كيلو خذ هاي الحبة 3 مرات باليوم. فأنا بدي أجي أطلع على هاي النقاط بدي فرقها. النقطة الثانية اللي هي الحالة المرضية، الحالة المرضية أو الكيمياء المرضية اللي صارت عند فلان تختلف عن الكيمياء المرضية اللي صارت عند النقطة المهمة اللي كلنا نحن هلأ بنعاني منها بمختلف العلاجات وبمختلف تطبيق الأشكال الدوائية اللي هي الجينيتك ديس أوردر أو اللي بنقول عنه نحن هو الاضطراب الجيني. طبعا انا وانت وكل المشاهدين في عندنا شيء اسمه الجينات، مينيمم في 5000 جين بيختلف عني عنك عنا عن باقي الناس. هذا الاختلاف بالجينات سمح لي
بمرحلة من المراحل أنه أنا هذا الدواء بطبقه على إكس من الناس هو تمام، وبطبقه على إكس من هو غير تمام. فكمان الاضطراب الجيني يعمل لي دور أنه ساهم بأنه هذا الدواء فعال بهي الحالة وغير فعال بالحالة الثانية. نعم تمام. دكتور خلينا نرجع شوي للتركيب الكيميائي الدوائي. اليوم شو هي الأدوية اللي بيدخل ضمن التركيبة؟ شو تأثيرها على المريض يعني؟ هلا نحن خلينا نطلع على شغله. احيانا لحتى نوصل للدواء، نحن لحتى نصنع للدواء، هلا ممكن في بعض الادويه تصنع حيويا، تصنع عن طريق البكتيريا او تصنع عن طريق الجراثيم او تصنع عن طريق الفطور. مثال الاحياء الدقيقه، مثال عليها البنسلينات. البنسلينات في عندي انا بنسلينات طبيعيه وبنسلينات شبه صنعيه. بقول بنسلينات طبيعيه يعني انه هي انا ما دخلت اي شيء كيمياء فيها، انه انا هذا المركب مثلا عن 1928 فليمينغ راح اكتشف البنسلين بالمصادفة، فأخذنا نحن من البنسلين المادة الفعالة تبعه وطبقناها على المريض. هذا قلت أنا عنه الاصطناع الحيوي أو صنعت الدواء حيويا. خليني أقول أنا الاصطناع الكيماوي اللي هو هلا نحن بين إيدينا. الأدوية ما بتدخل أي فيها أي شيء حيوي، يعني أنا عم جيب مادة تجارية كيميائية A، مادة تجارية كيميائية B، فعلتهم بتفاعل كيميائي معين بإجراءات كيميائية معينة، وصلت لدرج. هذا الدرج تم تصنيعه بصوره نهائيه او بصوره كليه كيميائيا. احيانا بصنع الدواء بطريقه نصف صنعيه، يعني بجيب العضويه الحيه باخذ من عندها النكلياس او خلينا نقول النواه الاساسيه، وبجيب انا مركب كيميائي تجاري بعمل ربط الاثنين ببعضهم بتفاعل كيميائي معين، بحصل على الفاينل برودكت اللي هو الدواء النهائي اللي انا بجي بقدر طبقه على المريض. فطرق اصطناع الدواء او الحالات اللي انا بصنع فيها الدواء هي ثلاثه، اللي هي الحيويه عن طريق العضويه الحيه، اللي هي النصف صنعيه اللي انا بستخدم جزء من العضويه الحيه وانا بجيب جزء اخر كيماوي بربطهم الاثنين مع بعض، وفي عندي جزء بيور يعني مثلا مثل مضادات الالتهابات غير الستيرويديه البروفين ديكلوفيناك الى اخره. هدول يصنعوا بطريقه كيميائيه بحته، عم جيب ماده A فعلها مع ماده B بتفاعل كيميائي معين بسلسله من الاجراءات المعينه مخبريا طبعا لحتى احصل على الفاينل برودكت اللي هو الدواء النهائي اللي بدي انا استخدمه بالاستخدامات العلاجيه المسموحه لنا. طيب لما بنحكي عن شخص كمان عنده حساسيه دوائيه دكتور تجاه ادويه معينه او تجاه الادويه بشكل عام، خلينا نحكي عن هي النقطه، وليش بعض الاشخاص يمكن عندهم هي الحساسيه لبعض الاخر لا؟ طبعا هلا نحن هون خلينا نقول انه نحن انا تحسست من الدواء الفلاني. هذا الحكي بيرتبط بعمليه المناعه الموجوده بالجسم. المناعه الموجوده عندك تختلف عن المناعه الموجوده عند عن المناعه الموجوده عند الاستاذه، فبالتالي اي ماده تدخل الجسم هي ماده اجنبيه الجسم بده يتعامل معها. هلا اليه التعامل ممكن تكون بعنف وظهور الاثار التحسسيه، رد فعل جهاز المناعي للجسم، ممكن تكون انه تفاعل جهاز المناعي مع الحاله او مع الدواء بسيط. فاحيانا انا باخذ دواء مثلا بيصار في عندي حكه دواء معين، دواء خلينا نقول من البنسلينات، انا صارت عندي حكه بسيطه ممكن انا عانيت منها، ممكن انت استخدمت الدواء صار في عندك مثلا بقع، تواجدت بقع صارت الحكه اعلى، عمل لك سيمبتوم او اعراض تختلف عن الاعراض اللي عندي. فهو هذا الحكي بيتعلق برد فعل الجهاز المناعي للدواء. طبعا ما فينا نحن نعمل كنترول لجهاز المناعه، نحن بنحاول نحافظ على جهاز المناعه قدر الامكان بحيث يقوم بالوظائف الحيويه كاملة بالجسم، بس أحيانا بيتعرض لمجموعة متغيرات. فهلأ أنا من دقيقة جهاز مناعة تبعي مو مثل هلأ، بعد دقيقة راح يكون، فهو بده يتكيف مع التحورات بيئية، ممكن تكون تحورات غذائية. فتحورات جهاز المناعة بنوصل فيها لمرحلة أنه أنا بتحسس كتير من دواء، أنت ما بتتحسس كتير من دواء. طبعا أحيانا العامل الوراثي بيلعب دور، العامل الوراثي. بس ابرز المظاهر التحسسيه كيف بتكون غير الحكه؟ هلا ممكن تكون مظاهر، ممكن يكون صار في ضيق تنفس، ممكن يكون تسرع ضربات قلب، تمام؟ ممكن يصار في غثيان، ممكن يصار في اقياء، ممكن يصار في اسهال، فانت حسب الدواء اللي طبقته، حسب الدواء اللي استخدمته، حسب الدواء والهدف العلاجي منه. فانا اللي بيقيدني بهذا الموضوع انه انا على طول هو الطبيب والصيدلاني هن الخبيرين بالدواء، فانت صار عندك تحسس، ما في داعي انا اضل مكمل. اي الله لا بعد شوي ممكن تروح، انا راح اخذ الحبه اللي بعدها انه راح لا. فهذا الحكي راح يصار في تراكم، ممكن تكون علاج الحاله التحسسيه ببدايتها بسيطه، بس اذا انت استمريتي على تناول الدواء ممكن التحسس يصار خارج السيطره، ممكن لا سمح الله نروح ندخل للمشفى. فهذا الحكي بيقتضي انه من المريض انه ظهور اي اثار جانبيه او ردود فعل تحسسي استشاره الطبيب او الصيدلاني لتغيير الدواء او لضبط الجرعه. احيانا نحن بتصار في عمليه ضبط الجرعه بتخلص من عملية تحسس الدواء. نعم. طيب
حكيم كنا عم نحكي على الكيمياء الدوائية، خلينا هيك بمعلومات. اليوم كل شيء له سلبيات وله إيجابيات. نعم. اليوم شو تأثيره السلبي على المدى البعيد، يعني وقت المريض بيضطر أنه يستمر فترة طويلة بهذا العلاج؟ طبعاً هون بس لحتى نجاوب على هذا السؤال بدنا نتطرق لشيء اسمه الأمراض الحادة والأمراض المزمنة. هلأ الأمراض الحادة والأمراض المزمنة أنا بدي أفرق بين اثنين وفق لمنظور الفترة الزمنية. يعني المرض الحاد خلينا نقول أنه أنا ظهرت عندي الأعراض فجأة، ممكن تستمر يوم يومين ثلاثة أيام أربعة خمسة أسبوع شهر ماكسيموم وخلصت من هذا الحكي باستخدام علاجي معين. أحياناً تستمر هي الأعراض اللي ظهرت عندي فترة شهر شهرين سنة سنتين، ممكن تروح مدى العمر. فأنا بدي يكون مأدرك أنه شو الفرق بين المرض الحاد والمرض المزمن. هلأ على هذا الأساس أنا استخدامي للدواء بيقول لي أنه أنا الأثار اللي بدي أطبقها، أنا ممكن أنا هلأ مثلا مرضى الضغط، خلينا نحكي اللي هو الضغط أو مرضى السكري اللي هو المرض الشائع أو مرض العصر الشائع. صحيح. في أحيانا نوع من المرضى بيقول لك أنا أخذت الدواء اليوم أخذته اليوم بكرة والله بلا أنه أنا حابب ريح جسمي منه. لا، أنت جسمك تبرمج على وجود هذا هاي المادة الدوائية لحتى يضبط لك الضغط. مثلا مريضة أنا عم أعطيها أو مريض أنا عم أعطيه الأنسولين، أعطيته الأنسولين الصبح وعنده جرعة المساء، أخذت الصبح ملاقي حالي تمام أنا بلا ما أخذ الأنسولين المسائي. لا، فأنت التقيد بالكمية العلاجية أو التقيد بالجرعة أو التقيد بالدواء هو هذا الحكي لحتى أنا نوصل لحتى الاستطباب العلاجي. نعم. فهذا الحكي كله مربوط بالعلاقة اللي بتجمع بين الطبيب والمريض الصيدلاني، هي حلقة. فوين بده ينفقد أي شيء من هاي الحلقات معناته صار في عندي خلل، هذا الخلل بدي أنا أبدأ أرممه بصورة سريعة. أكيد. دكتور بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياهم، نتمنى تكون وضحت الصورة بكثير من التفاصيل كمان يلي وردتنا بشكل كثير كبير على صفحتنا على الفيسبوك، وكثير من الأسئلة يلي أكيد حنتابعها بحلقات قادمة. شكراً لكم. دكتور لصباحك معنا ولكل المعلومات، يسعد صباحك. شكراً، نتمنى للجميع الصحة والسلامة.